خرجنا من السجن شمّ البنوك وما تخرج البسط من غابها نمر على شفرات السيوف نمر على شفرات السيوف ونات المهنية من بابها وناب الحياة إذا دنسات بعصف الطغاة وإرهابها ستعلم أمتنا أننا ركبنا الخطوب حنانا بها أنفنا الإقامة في أمة تداس بأقدام أربابها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وفي هذه الليلة البدوية نعيش وإياكم مع برنامجكم شم الأنوف مع بطل وحر من الأحرار بل من أقحاح عرب الجوف اللي ما يعرف الخوف، أخونا الغالي والعزيز الحر المناضل هادي علي. نعيش وإياه إن شاء الله يحكي لنا قصة وتفاصيل مكث في السجن، مكث أكثر من سنة وثمانية شهور، ما أنا داري بتفاصيل القصة أكثر أنا وأنتم نعيش، لكن أنا القصة الملفت فيها أنه انتشر وأشيع أنه خلاص الرجال استشهد، فعزوه في البيت وأهل الجو وعزوه أبوه وأمه وأقاربه وأخوته، وفي الأخير اكتشفوا بعد شهرين أنه هادي بخير. كيف حصل؟ نعيش وإياكم معه. أهلا وسهلا بكم. الله يبقيك ورحب. الله يبقيك. احنا قلنا والله ما صاحب الجوف الا جو بدوي نعمل هذا الاجواء الذي احنا نحترمها جدا أكيد. وتحيه لابناء الجوف جميعا احرارهم وحرائرهم الذين استقبلوا الناس وصدوا الحوثي، اسال الله ان يكتب اجرهم. الله يحييك ان شاء الله يكتب الاجر. يا مرحبا. قبل ما نبدا بالحوار الشيق معك نشيد عرف المشاهدين عليك هنا في هذا الكاميرا، عرفهم على من هو هادي. انا هادي علي محمد سريعان من الجوف، من يريد خبو الشعب مديري عزلة اليتمة. يا حياك. الله يبقيك. طيب وإيش كان العمل من قبل؟ كان العمل من قبل المواطن صالح. يا سلام. الله. طيب وليش يعتقلوك ولا يختطفوك؟ ولا اعتقلوني ولا اعتقلوا الشعب كامل ولا اعتقلوني، اعتدوا على العالم كله وصلونا إلى ديارنا. متى اختطفوك؟ اختطفوني تاريخ 29/11/2015. يعني حافظ لليوم هذا. أكيد هذا يوم ما يمكن ننساه. أيوة. ولين جو لك؟ من أين اختطفوك؟ اختطفوني من منطقة الحيض من الأشرع. جو اختطفوك جوار الخنجر. ليش؟ اعتدوا يعني علينا. يعني هم جي جولة عندك ما اعتدت انت عليهم؟ لا ما اعتدت عليهم ولا رحت انا. يعني لو جلست في بيتك كان بيختطفوك بيعتدوا عليك؟ اكيد اعتدوا علي، ما عاد لا دافع على البيت انا. طيب كيف حصلت تفاصيل القصة؟ يعني انت مع اصحاب الجوف؟ انا مع اصحاب الهجوم. قد كان دخلوا قريتك ولا عادوا؟ قد دخلوا القرية وقد هجروا بعض اهل القرية. هذا قدك معذور يعني قدك نازح من قريتك. يعني قدني نازح من قريتي بقى 40 كيلو. وش اشتوا من قريتك؟ ايش فيها لو ما يدخلوا فيها؟ ما ادري قالوا دواعش. ها قالوا دواعش، ولا سمعت بلغه دواعش ولا عرفت الدواعش الا منهم. انا مسلم عربي في وطني يمني محافظه الجوف، انا بداعشي ولا بيهودي ولا اسرائيلي ولا امريكي. صحيح. جاءوا يصرخوا علينا الموت لامريكا الموت لاسرائيل. اول ما دخلوا ايوه الناس اللي وقفوا في مناطقهم جوهم تعال الشعب ماخوذ الشعب منهوب الشعب تعال يبي يعسكروهم ويشلوهم معهم باسم الجرعة باسم الجرعة باسم الدبور. بعدين رجعوا اللي ما طبق نظامهم ولا مشى معهم ضدا ما قتلوه ولا اعتقلوه ولا اختطفوه وجبروه على أن يقاتل دافع عن نفسه. يعني أنت صديتهم وأنت مقتنع؟ أنا صديتهم وأنا مقتنع وقد شفت في غيري وقدهم جايين. ماشي انت ما هوش رغبه منك انت غصبا عنك؟ انا يعني غصبا عني بلوى، هذه بلوى لا عد ولا انا ما اربي نفسي الا البلوى المرسامه اكون متقي مقبل غير بدبر. لا هذا دليل انه وين بزوا من بلاده؟ يعني ايش جابهم من صعده؟ جابهم من صعده الى محافظه الجوف. ايش جابهم الى كل قريه من قرى اليمن؟ لكن ان شاء الله النصر قريب باذن الله. طيب ايش يعني كيف اخذوك؟ يعني في المعركة تواجهنا احنا وياهم في معركة. ايوه. دارت لمدة يمكن ساعة. استطاعوا ما يمسكوك؟ مدة ساعة ونص استطاعوا. غلقت المونة كمل الذخيرة. ايوه. احنا بالله غلمة قليلين في
وذا قالوا معكم دعم من ماشي دعم ولا كان دعم هذا في البدايه ولا بشيء البدايه بنادقنا الشخصيه وكل شيء من بيت عملنا ما شلنا شيء من حد ولا كان دعم وانت مقتنع بدي مالك وكل شيء وسلاحك هكذا برغبه لانك تشيد ترجع بيتك ادافع على بيتي وارضي وعرضي ومقتنع اموت احياء ما عندي مشكله الله اكبر وبعدين بعدين استمر الهجوم لمده ساعه ونص بيننا وياهم قتلوا اللي قتلوا سووا اللي يسوون اصحابنا انا اصبت انا 3 طلقات سلامات يعني هذا الحزام عدو هذا الحزام عادي من تاثير الاصابه كم لك لي يعني انت مكثف في السجن سهنو 28 وانت مصاب نعم مصاب ودخلوني المستشفيات اخذوني من المعركه روحوني الى صيدلية عندهم دقوني ابره نزيف ومشوني يعني بالسيره البطيئه انا اصبت انا بعد صلاة الفجر الساعة 2 بعد الظهر هم يدخلوني المستشفى في صنعاء. يعني قد يقول قائل إذن هم ما داموا بيعالجوكم. مروا على المفرق حق الجوف تغدوا ذاك اليوم عاد المفرق معهم وعاد كل شيء معهم تغدوا وشلوا لهم قات براحتهم وأنا في الصندوق أنزف أنا وزميلي. وأنت ما شنت فاقد وعيك أبدا؟ أنا ما فقدت وعي إلا قد تعدينا الفرضة. وأنت بتنزف؟ أنا بنزف. وش قالوا لك عندما أخذوك؟ سألوني أنا شو ما قلت اسمي فلان بفلان. هم ناس من بلادكم من الجوف ولا من خارج الجوف؟ لا فيه ناس من بلادنا ما خلوني أشوفهم أنا شفت أنا إلا ناس من صعدة. ناس اللي ما عرفت حد منهم. كلهم شباب صغار ولا؟ شباب صغار حد على طقوم من هناك ما خلينا نقرب منه. هم اللي بزوني أماكن ولا ناس لغتهم صعدة لهجتهم من صعدة. أصحاب سابر أو سابر سابر يا ولي. طيب ونقلوك بعدين الى مستشفى نقلوني الى مستشفى العسكري لبست في المستشفى 9 أيام وانا في غيبوبه في العنايه المركزه الله المستعان صحيت انا في المستشفى ولنا دكتوري ولي الحمد لله على سلامتك زكريا سالني الدكتور ايش اسمك قلت اسمي هادي علي محمد سلام قال انت اسمك عندنا زكريا الجماعه اللي ودوه قالوا انك زكريا مهيوب ايوه غيروا اسمي زكريا غيروا والدين كله والمنهج باسمك طبيعي انهم يغيروا قال الدكتور قال لك على اسمك لا حتى وليش غيروا من ناحيه امنيه؟ يعلم الله علشان ما يبغوا احد يبحث في الطوارئ حق المستشفى ويحصلني اذا راح احد من اصحابنا وبحث الطوارئ نعم ما يحصل اسمي في الطوارئ والدكتور هذا ما هوش منهم بس عمله لا لا الدكتور في عمله قال نزلك للترقيد قلت على طول نزلني حتى ابغى نزلني الترقيد جلست انا لبت في ترقيد لمدة يمكن 21 يوم حجك في هذا الفترة من الحوثيين؟ الحوثيين لا حراسة هناك عند الباب ما حد دخل عندك وقال لك هذا ولا لا لا ولا كلموني من شيء بعد 21 يوم هم دخلوا حتى الدكتور داري انك اسير؟ ايوه فيه قسم خاص للأسرى قسم خاص للأسرى حطني مع مجموعة قدامي ولقيت عرفت أحد منهم؟ ما عرفت حد منهم عرفت انا الا واحد من اصحابنا اسمه خميس اصحابنا هو معي شلوه من في نفس اللحظه في نفس اللحظه صرحنا اياه طيب في اصابه في رجله اذا يعني ما دام هو بيعالجوكم هكذا يعني بعض الناس يقول لك خلاص بده واجبهم ها هم عالجونا علشان يبغوا من علوجهم بدلوبنا واحنا طول عمر السلام عندنا ما يجي لله ما يبل لله عشان يبادلوا بكم علشان يبادلوا بنا ما يبغى يعالجنا ويباها لله كان اعطانا تليفون ونطمن اهلنا ولا كان ما ضمنت اهلك ولا عرفوا ولا عرفت انا اهلي ولا شيء بعد 21 يوم هم يقولوا معك واحد محقق من الاداره العامه ايوه جال عندك ربط عيونك ولا جال الباب قال جيبوه انا ما اقدر على ظهري ما اقدر اسير على انزل على العربيه لانه بطنك مفتوحه انا مفتوحه ورجلي خاطله هذه الاصابه قريب من العمود الفقري نعم قال جيبوه في السرير حقك جابوني الى غرفه ثانيه انا وياه قال الله حي الله يبقيك قال كيف حالك ما غطش عينك لا ولا شيء ما انا ما غطى عيني ايش انا على ظهري قال وش اسمك؟ قلت اسمي فلان فلان اللي انت تناديني به قبل شوي جاني نادي باسمي الحقيقي قال طيب من اي محافظه؟ قلت من الجف قال من محل الضبط؟ قلت من بيتنا من منطقه الخنجر ايوه قال وش الجهات اللي مولتك اللي اخت شلتك قلت الحوثه قال الحوثه ولا غيرهم قلت ما في حد غير الحوثه جان
قال الله حيا. طيب شفت كيف وضع المسيرة هنا تواجههم في قتلة في معركة دافعوا عن دين عن الوطن عن الدين ويعالجوك؟ أيوه. قلت زي 6000 عندنا في الجوف وفي مارب. 6000 6000 في الجوف ومارب ذاك اليوم، وإحنا عندهم 30 شخص. 30 شخص. قلت إحنا عندكم 30 شخص وعندنا 6000 أسير، يعالجوهم أصحابنا ويكرموهم ويعزوهم. بيزيد يكرموهم ويأهلوهم أكيد. وانتم كرموكم ما كان ياكلوكم تمام وتغذيه تمام؟ احنا ياكلونا في المستشفى، ياكلونا من الوحدات الصحيه، جينا اكلات زينه طيبه، بس لكن في السجن تجويع. تجويع؟ تجويع السجن. في حسبهم الله. في ال 24 ساعه ثلاث كدم. ثلاث كدم؟ ثلاث كدم. كان يسموهم البروست ها؟ قدم الكدمه قدم ساعه البروست خلاص تتقاسموها وتاكلوها. اي بالله. المهم حقق معي عشان يواب ليش تعتديت مع تعتديت مع العدوان، تمام مع العدوان، انا في بلادي في ارضي دفع عنها. وش جابكم لارضي؟ قال ما انضميت مع الجيش واللجان الشعبيه، قلت ولا بنضم معهم في معتديه. ايوه. قال طيب انت قاتل مسيره قرانيه، قلت احنا نقاتل واحنا نقرا في القران. ايوه. قال لو تقرا القران ما تقاتلوا ابناء جلدتكم. اها. قلت ابناء جلدتنا يا اخي، قال القران اذا اعتدوا عليكم اعتدوا عليهم. وإذا أخرجوكم من دياركم فأخرجوهم من حيث أخرجوكم. يا سلام. قال طيب الآن لو الحمد لله لو مت أنت رحت أنت للنار، قلت لو مت رحت للجنة. أيوه. وإن الله مع المتقين. كلام. قال طيب عندما إن شاء الله يجي لك فراج ولا يجي لك تعالج وتحسن، يجي لك تبادل ولا بتنضم مع الجيش ولا اللجان الشعبية؟ قلت لا. قال بسبب؟ قلت أنهم معتدين. قال بتنضم مع وين بتروح؟ قلت بروح بلادي وارضي واهلي. قال بتروح تقاتل مع العدوان؟ قلت بقاتل ما دام في الجوف. ايوه لانه في بلادي. ما دمت في بلادي في الجوف مجاني معتدي قاتلت. كلام جميل. لا حتى صاحب صعده يرجع صعده، صاحب عمران يروح عمران. ما حد يكلم حد. نعم. ولا بجيه لبيته. لكن ما الحين بعد ما قد قتل وضيه القاتل هذا ضروري. اكيد. ما يلحقه واحد لو ما العداله، عداله ضروري من عداله. ضروري. ان شاء الله. كمل. قال طيب انت تنتمي لحزب الاصلاح تنتمي لا؟ قلت ولا انتمي لاي حزب، احنا ادهم في بلادنا وندافع عن ارضنا وعن ارضنا وعن وطننا، ولا احنا انتمي لاي اي حزب. قال تأيدوا الاصلاحين وقاتلوا معكم. قلت لا قد علي عدوان، فاي حتى الجنه لو يجوني ايدتهم وقاتلوا معي دافعوا عني. بيتك بيحرق، جاء واحد ينقذك ويطفي البيت، ايش اقول له؟ انت لا تجيش، يقع ما وقع. اكيد. ها. قال طيب انت بيتم تحويلك لجهات مختصة. ايوه. قلت تحولني حتى البحر، انا عندك اسير هنا كيفك؟ قال الدكتور اللي يعالجك اسمه؟ قلت الدكتور علي. نادى عليهم قال خلوا الدكتور يجي. جاء الدكتور قال مش عادل ده باقي، قال عادل عملية تجميل، كان في بطني فتحة. ايوه. و قال هذا بنحوله جهزه. قال دكتور هذا يبغى 15 يوم التئام اللحم وزين له عمليه. ايوه. قال ضروري تجهزه في 5 ايام بنحوله. الدكتور اخذ اللصق اللي عليه، قال هذا ما هو بثوب، هذا جلد بني ادم، ما هو ملتئم لي في 5 ايام. فهم لك. افهم. فهم لك حوثي. قال ضروري. المهم راح متفاتوا الدكتور، رجعوني مكاني بعد 5 ايام، لان الدكتور يوم جاني قال اجبروهني زين عمليه كي. صلح لي عملية كي، ما قصر الدكتور اجتهد معي. جزاه الله. الله يجزاه خير وجميع المسلمين. وفي الليل هم ضواني. جزاه الله خير والله يهديه رحلة من عندهم. مولا. الله يهديه. والله يفرج الله على بلادنا وتحرر البلاد كلها. الله كريم. الحوثيين. الله كريم والله نفعل الخير في الأسير وفي الجريح. يمكن لو مو عندهم يمكن كان ماتوا بعض. الله المستعان. حولوني من المستشفى ذاك العسكري إلى مستشفى القدس، سروني في الليل الساعة 2 على المنعش، عدم يشلوني. وقعت أنا في عند غرفة ما فيها إلا واحد، مصعبي، المصعبي من شبوه. يعني لحد الآن ولا حد يعرف عنك وينك؟ لا أبدا، لحد الآن 27 يوم. أيوه. حد علينا. وش كنت تفكر إيش بيقولوا في البيت؟ والله ما أدري إيش بيقولوا، الناس اللي معي قدم معي ما ردوا خبر، اللي وقع لهم مهرب وتخارجوا وهم شايفين اني قدني طايح ما يعلو هالحي الميت. شافوا الاصابه؟ شافوا الاصابه. نعم. وقد بلغوها البيت هناك، قالوا الرجال
مصابة قوية يا ميت يا حي، وتواصلوا مع ناس مع جهات وينتظروا الجثث. احنا أربعة ينتظروا فقط لجثثكم؟ ينتظروا الجثث. جت ثنتين جثث وثنتين أنا والثاني ما جت. أيوة. توقعوا أنهم يمكن قبضين فيها ابتزاز لأجل يفاوضوا؟ أيوة. توقعوا صنعوا عزوا. عزوا بعد كم؟ بعد ما أصبت؟ بعد ما أصبت بيوم يومين. بعد يوم جابوا لك ودفنوهم هم حفروا حتى المقابر كلها حفروا أربعة. بعدين انتظروا الجثث يجيبوها. وعملوا عزاء وجو الناس. عملوا عزاء وعملوا كل شيء واقتنعوا نحن نموت. لأنه الذي جنبك شاف إصابتك ما صدق إنه وعدك بخير. نعم. وبعدين هناك سمعوا ضرب علينا زيد قد إحنا طايحين بعد ما شرح العالم. إلا الله اللي يسلم ولا ضربوا علينا بجميع قطاع السلاح. ومتى عرف أهلك إنك بخير؟ أهلي عرفوا بعد شهرين 60 يوم. الله 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 الله. الله أفرج على المصعبي هذا اللي حصلته قدامي في مستشفى القدس. من شبوة. من شبوة. وليش حبسوه؟ صوبوه. إيه. صوبوه. أيوه. صوبوه يعني كان في معركة هو؟ لا ما في معركة. كان ماشي مع الخط هالكس مولع النور. أيوه. واستفزوه كذا ورموا أطلقوا عليه نار وكسروه من. الله المستعان. هؤلاء قطع درك هؤلاء. وأخذوه وهو مكسور. أخذوه مكسور وأسروه. بعدين جت له منك مشبوة اللي خارجة وساطة. دي كيف جو وانا اعطيته الرقم حقي. كيف كتبت له الرقم؟ حفظته وسحبت انا من الدم. ها ما فيش قلم ما فيش كذا ما ولا قلم ولا شيء. معي فراشه في يدي. فراشه من ايام مرضك في المستشفى. عادني ذاك الحين جري عادني في المستشفى القدس الثاني. ايوه. وعاد الفراشه معلقه. اها. سحبت انا من الفراشه واكتب اقطع من الملايه واسجل فيها. الله يا اخي. واحتفظ بها الرجال. سجلت فيها الرقم. سجلت رقم اخواني بدمك. نعم. نشفتها للنشفت صفطناها اعطيتها اياه. وش شرحت لها؟ ايش قلت لها؟ يقول لهم قلت كلمهم واعطيتها اسمي واعطيتها معلوماتهم وينهم وهذا رقم فلان من فلان وهذا رقم فلان من فلان اخوي. بلغهم قل اخوكم موجود في كذا كذا وطمنهم اني مرتاح ما حولي خلاف وانا مالي هم والله انا ما ضقت. انا شوف انا ادافع عن يعني عرضي وارضي عن ما جالك شيء كذا وقت ان انت تزعل ولا جاني الا زعل ولا مثلا تندم انك وقفت مع الحق؟ لا لا ولا انا نادم الا بس ودي انهم عارفين اني موجود الحين. بس هذا اللي في خاطري. بعد ما راح المصعبي انا اقتنعت انا وريحت. والدتك صدقت من اول ما اتصل لها؟ لا اتصل لها قال ولدش انت يوم هذه؟ قال نعم. قال طيب ولدش موجود؟ قالت انت من انت؟ قال انا فلان بفلان كنت عنده. قامت تحلفها قالت ايش من الامريات كيف هو؟ وصف لها وصفي رجل راسه اصلع رجل عليه 2 اطفال كذا كذا. انا اعطيته معلومات علشانها تصدق عشان اعطيهم معلومات تصدق. ايوه. والدتك ما شاء الله من فضانه يعني دت لها وصف دت له وصف ثاني علشان ايوه تتاكد. قالت ولدي رجل كبير راسه طويل. قال لا 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 رجل اصلع نحيف وولدش ومن الجوف وعليها من الملات عليها 2 اطفال. ايوه. وساكنين في العبر. اداها معلومات صحيحه. صدقت. طيب تنقلت في سجون كم؟ نقلت انا من المستشفى العسكري لمستشفى القدس. ايوه هذه مستشفيات. طيب أيوة. والسجن حولوني من مستشفى القدس في 4 شهور حولوني السجن المركزي في قسم المصحة. مصحة؟ مصحة عند المجانين. عند المجانين. أيوه؟ المجانين كانوا موجودين عندي حتى في المستشفى. ايوه. كيدوا لكم مجانين للمستشفى؟ مجانين للمستشفى مصابين. هل هم مصابين صدق ولا يعني مقصوده؟ لا لا مصابين. مصابين. أيوه؟ صح. كيف حد مصابوا؟ من تعز حد من لحج. مصابين معاهم؟ نعم مصابين. يجيبهم لعندنا اسرى. كانوا مصابين معاهم ولا في صف ثاني؟ يعني هل هم مع اللي ضد الحوثي ولا معاهم بيقاتلوا؟ يا اخي ما قاتلوا ما حد. مجانين منتهيين خالصين. طيب وش اصيب ليش؟ يا اخي مدري ضربوه يقولوا مفخفخ هذا مفخفخ هذا مدري ايش ما ينسوا يقربوه وهو مجنون داخل ابو قواطي يشلها في ايده. ها والله ليش العلب الفاضي ويشلها نيت في الشارع. يصيبوا حتى المجاني؟ صابوه. الله المستعان. الله ينتبه. والله عندنا واحد دخلوه علينا اسمه موسى انه يقول نشكوني عندنا تراب انت عفر منه. يقول يتنشق بتراب ما يجنون مخلص. قالوا هذا كم حدك؟ هذا كبير هذا مدري ايش. وبعدين كان يذينا
واحنا جرحى وحالتنا حاله، يرقمنا بالصحاح الفاضي اللي نمنا انتهي خالص. طيب بعد ما انتقل المركزي كم جلست؟ المركزي جلست فيه 10 شهور. 10 شهور، في هذا الفترة طبعا انسجمنا مع قصتك ونشتي نسمع الشعر، والبرنامج اكثر شيء ركز على الابداعات داخل السجون. انت الفت قصيد القصائد كنت شاعر من قبل ولا بس مع السجن؟ لا كنت من اول ابدع قصائد ومع السجن، ولكن ما انا اول يعني اول ما الفت قصائد في المركزي صح؟ من اول كنت متعب مع المرض، ما لخصت قصيده مثلا لخصت وضعك؟ نعم ما لخصتها الا في المركزي. المركزي سمعنا. كانوا يتاوقوا علينا احنا مقفل علينا. في المركزي عملت قصيده. نعم. اذا استسمعك ان نخرج فاصل. فاصل مشاهدي الكرام، من ثم نواصل ورحبوا على الحاصل مع المناضل الكبير والبطل هادي. حوار غير عادي ما حد يصير، ابقوا معنا اسمعوا القصايد واسمعوا حاجات كثيرة. خرجنا من السجن شوف البنوك وما تخرج البسط من غابها غابها. مرحبا بكم من جديد، شكرا لعودتكم معنا وعدنا مع هادي. تفضل القصيدة اللي قلت في المركزي. القصيدة اللي قلت أنا كنت أثرت أنا من ناس سمعته قليل مختطفين، إحنا كنا مختطفين، ولكن قد اللي أشير حرب يقولوا أشير حرب لأني دافعت عن نفسي، ولا أنا مختطفين كنا كل نعم، بس هذاك بعضهم مخطوف من شارع مجرد ما عنده بعضهم من المسجد، بعضهم من المسجد حصلتهم يشكو ويبكوا المختطفين، لا فيه من يصرف عليهم، ما فيه من يسأل عنهم، ما في من يسجلهم في كشف تبادل ولا أسرة ولا بيسمحوا لهم زيارة وهم يكفون فوزهم ولا زيارة. بعضهم يالكوا عياله يخرجوهم من البيت، البيت بجار وخرجوهم والله الواحد أخرجوا عياله من البيت وهو عندنا مشكل. طيب ندخل إلى القصيدة. وكنا زين قصيدة تعبر عما فضل سمعنا عن المختطفين. يقول يا الله فرق هم قلب المختطف. يا الله أنت السميع أنت العليم أنت الرؤوف. رؤوف المختطف زقوه في سجن الصرف. صرف عانى ورا القضبان مكفوت الكفوف. فوف مسكين لا من ذا ولا من ذا الطرف، أصبح يعاني للمآسي والظروف. ظروف مسكين لا من ذا ولا من ذا الطرف، وأصبح ضحية للمآسي والظروف. في السجن عبيته العنابر والغرف، حتى المدارس ممتلية بالضعوف. ضعوف حتى المدارس ممتلية بالضعوف، والسجن ذولا بيحقق من هدف. والسجن ذولا بيحقق من هدف. اها يلي تقول انك من الباري تخوف. تخوف والسجن ذولا بيحقق من هدف، يلي تقول انك من الباري تخوف. الباري تخوف لا عندهم طلبه ولا حق اعترف. صحيح راحوا ضحايا الظلم يا سيد الكهوف. يا سيد الكهوف ما شاء الله تسلم على هذا الحروف في جمل انوف. في جمل انوف كان يطول عمر السلامه. والله العظيم اني خرجت انا عاد بعضهم ما يعل عن اهله خبر ولا حد يعرف عنه وعياله انه يبكي. حسبي الله. الله يفرج عنهم. الله كريم. الله يفرج عنهم. طيب احنا طبعا نعتذر انه انت جالس متعب. أوه. تمام، واحنا اخرناك اليوم معنا، اسال الله ان يكتب اجرك. ربك كريم. ها أيوه. طيب في زوامل ولا حاجات كنت تدوها بشكل جماعي داخل أيوه. السجن؟ ايوه ما كان. ايوه كنا نألف لهم ويرددوا بعدك. ايوه نألف لهم يطول عمر السلامة. كنا ما خرجونا انا جارح عندنا جرحى. كنا سبعة جرحى داخل غرفة واحدة بدون فرش 48 ساعة. الله 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 على الحديد نرقد على البلاط غرفة واحدة. وانتم والعمليات والكذا والعمليات وكل شيء الحمد لله عملك دجابرة بس مكسرين. وش كان يصبرك؟ حديد وحدة. صبرني ارحم الراحمين الحمد لله. الله ادانا عزيمة وقوة ونسأل الله انها في ميزان حسنة. أكيد بإذن الله. إذا كان الشوكة شاك بها الإنسان حطوا علينا شاوش أعمى اسمه أبو بدر. أعمى أعمى أيوه كان يجينا بالفول يحطها عند الباب دخلنا يقدم. هو أعمى من صدق ولا خلوه أعمى عندكم علشان يبصر مع الفعل؟ لا والله أعمى هو مسجون قاتل ومسجون في داخل السجن وحاطين يعني الشاوش يعني يخلوا الشاوش أكثرهم القتلة. القتلة يحطوهم اللي يوزعون الأكل ويوزعون يعني يشدوه عمل. أيوه وكان يصيح علينا ويهنجم علينا ويخلي اللي قدام الفول برا السيب ويروح يوزع العنابر الثانيه والبسات الحزمه اللي قدام. يعني هكذا يعذبكم بهذا الشيء؟ يخلي الدم اعمى ما يشوف هو. ها ما يشوف مش عارف انه شل اللي قدام وزقه علينا يا ابو بدر هذا ما عاد نبغاه. ها مش عارف ان الدم قال هذه البسه انها انظف حاجه. ها
نترك اللي دام ونجي. وتجلسوا بغير اكل؟ لا ناكل الخدمه على ماء، قلنا نشرب من الحمام. حسبنا الله عليهم. ما يدوا لكم مال الشرب؟ ما يدونا ماء. ما من الحمام، وبعدين عاده ما هو بصافي، نشخل عاد في الصمايد. ايوه. وجلسنا طول عمر سامة 17 يوم في نفس السجن اللي عندك الغرفه. نسوي حفلات وطقات و... ايوه. يعني معنويه ده. اي واحد عليهم يقول في سجون المسيره حكم ربي وجت بمقاديره. لو تديها باللحن ولا شله. في سجون المسيره حكم ربي وجت بمقاديره. جعل في الامر خيره من الله وانتظر للفرج منه. يا الله. كم فارق عشيره وربعه واسرته ما دروا عنه. اي والله. حد عظامه كسيره وحد يمشي ويسحب مساميره. الله المستعان. والجروح الخطيره تبى دكتور واصل 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 بالله. والجروح الخطيره تبى دكتور اللي تبين. بعدين يزعل علينا الشاوش الاعمال. الله. ويرددوها بشكل جماعي لحن جميل. بشكل جماعي. مؤثر لكن عند من ما يقطعش فيهم. ما يقطع فيهم، عاد يزعل علينا الشاوش هذا الاعمى. وقاتل بعض اصحابنا، ضرب واحد من اصحابنا. يشوت كراتيه لا يزين لك كذا. اللهم. يخرج له برا الباب. المهم جلسنا 17 يوم. في نفس ال... حولوني انا الى المعمل. حصلت ناس هناك من اصحابنا ثانيين. وساعدوني على ان زملائي اللي عندي جرحى وانا جريح. اللي ساعدنا سمير الله يحفظه وياك. سمير؟ سمير واحد من تعز. ايوه. واللي كان يمشي فينا السبعه. واللي كان يمشي؟ كان يمشي يعني اصابته هنا. انتم الحين مقعدين؟ احنا بلا على معكاز كنا السبعه السته، ولا سمير ما هو على معكاز. الله المستعان. ولا معنا الا معكاز واحد دخلوه عندنا. ايوه. قبض المعاكيز المستشفى القدس. حسبنا الله عليهم. الله يكتب الاجر. الحمد لله. هو طيب سمير كان يخدمنا. روحنا بالعربيه وينفعنا و... والله يجزاه خير. كيف كان حياتكم يعني برنامج حياتكم اليومي يعني بما انك بالعكاز ومصاب، كيف كان تقضي حياتكم صلاتكم عباداتكم كانت تمشي طبيعي؟ احنا يوم احنا السبعه غرفه ضيقه. اها. كانت تسعنا غرفه مت كراسي حديد كذا، واحد فوق وواحد تحت. ايوه. كانت تسعنا الغرفه ونصلي، لكن جابوا لنا 10 من الرداع. اها. جو فوقكم؟ فوقنا ولا عاد وسعنا ما عاد. وين جلسوا؟ احنا جلسنا فوق الاسره حقنا وهم يرقدوا في الصاله، الصاله ضيقه ارتصوا مره. ولا يعني هكذا كلهم هكذا مره ما عاد يدرى كل واحد رجله من الثاني. نعم. ما بلا واحد يدري نجح حقه، كل واحد فوق رجله فوق الثاني. ولا تسع الا سته يصلوا يكملوا يصلوا سته ثانيه. ما تسعنا نصلي جماعه كنا مره. حسبنا الله عليهم. بعدها طلعت انا المعمل حصلت اصحابنا. والله حصلت انا ناس اسال الله السلامه، مساكين، حد مجنون، حد ضعيف، حد مختطف من الطريق، منهم من أبين، منهم من جميع المحافظات، وطلعنا عادهم ورانا. الله يفرج عنهم إن شاء الله. وبعضهم لذع مقلة التغذية، منسوي التغذية. حسبنا الله ونعم الوكيل. لذعوا حوالي 4 أنفار علينا اللي اختلفوا. قام الرجال يطلع ثوبه ويمشي بدون ثوب، فقد شعوره من المآسي اللي يعانيها. طيب لو زدتينا من الزوامل، زدت ديت زوامل؟ دينا زوامل، اديتنا قصيدهم. كانوا يقولنا لا حارسين علينا ويقولوا بيهربوا، منين اهرب؟ ما فيه انت، لا كانت القمريات مكسرتنا الطايره. ايوه. كان يخافوا لا يهربوا. يقلقونا في النوم، يقلقونا في النوم. ها. وعندنا هنا واحد اسمه موسى مجنون. ها. موسى الشيباني. ايوه. منتهي وزيد ازعجنا. ايوه. الفت على هذا قصيده؟ ولفنا عليها قصيده. ايوه تفضل. كانوا انا مجموعه ما يصلي فيهم الا واحد بس انه ما يحب ابو هريره. ها من خبرته السجانين هؤلاء؟ ايوه من السجانين. ما يصلوش؟ لا قال ما يصلوا. ولو وزعنا قراني قالوا ما يصلوا قرانيه. لو وزعناهم في حقات اديناها 2000 اكل 1000 منها منين بسير قرانيه. ما بيصلى؟ ما بيصلى ولا بيصلى. معاهم فتوى؟ متبردقين كلهم اللي عندنا في البوابه. ويقولوا فلتوا يا رجال ازعجتونا يا رجال خلونا ننام. الباب مغلق فيه 7 حراسه في الصاله. واقول شوف التكفيرين يمكن احد هرب. منين اهرب؟ يبقى انا اهرب مع القمريه واحنا مكسرين على العربيات.
الله الله الله، هيبة الحق. شوف يفتجعوا منكم وانتم رغم يعني حالتكم نعم. لكن في هيبة. والله جينا مع اسرائيلي قافلنا احنا على العربيات، انهم يدرونا من المستشفى للاسعاف من بيمشونا على واحد واحد ما يدرونا مره. طيب ادخل لنا في القصيده. قمنا نعلق عليها انا والشباب ونبدع فيها. ايوه. ويطول العمر السلام اللي يوم انها يقول تهربوا منين نهرب احنا مكسرين سبع انفار. ايوه. هذه القصيدة يا طويل العمر والسلامة ما تعبر عما فيها ونسلي خطرنا بال لا لا ما شاء الله. نقول مهما نعاني من صعوبات وتعب. مشي ملحنة هذه؟ لا هذه نترك كذا. يلا. مهما نعاني من صعوبات وتعب في سجنكم طاعة الرب العالمين. عالمين. ترقي من المولى ثواب ولقر منه يحتسب. يحتسب. بعد المآسي في سجون المجرمين. مجرمين. بعد المآسي في سجون المجرمين. حد منا مكسورها عظامه وحد مبتور في ظهره عصب وحد بترساقه وعورتوه من عين اليمين كان عندنا واحد متعز مبتور ساقه وعين عوره وعاد مخايف انه يهرب وحد بترساقه وعورتوه من عين اليمين يمين والباب مغلق هند رابه يا قلالين الادب ولا ايش الباب مغلق هند رابه يا قلالين الادب اي والله ومنكم سبعه سهره ومنكم سبعه في الصاله سهره سامرين سامرين منين بنهرب تقول الداعشي يمكن هرب وتجي تفقد يا عدو الله واحنا نايمين نايمين صحينا قال احنا كنا موجودين ولا لا وتجي تفقد يا عدو الله واحنا نايمين فلا رقدنا بعد ابو معتز جانا ابو حطب وتقول قونا هؤلاء كلهم مشرفين ايوه ايوه فلا رقدنا بعد ابو معتز جانا ابو حطب وتقول قونا مقبلين ومقفين فلا صلاه الفجر داعي الله للمؤمن وجب ولينكم من طلبه الله غافلين غافلين يعني وقت الفجر نعم يشغلكم ظهر الليل لو ما وقت الصلاه ما يفتحوا لنا الباب لان نتعفر بتراب نصلحها عندنا الله المستعان وهم نوم معهم فتوى مضمرين نعم فلا صلاه الفجر داعي الله للمؤمن وجب ولينكم من طلبه الله غافلين وتقول تكفيري لنا وانت الذي كافر وكلب وقت الصلاه نيام ولا مخزنين مخزنين وقت الصلاة نيام ولا مخزنين ما حد يصلي غير أبو كهلان فيكم يخطب فلا صلاة بعد العشاء يقول اجمعوا يا مؤمنين مؤمنين اجمعهم يخطب عليهم وأكثر كلامه في الصحابة كرره شتم نسب يروي لكم ما قال سيدكم حسين سين. اللي يقول الموت لإسرائيل وأمريكا كذب وعاثب فساد وظلم فرض المسلمين مسلمين وتسجنوا موسى بلي ذنب ما عنده سبب حطيته المجنون بين الصاحين وش عند موسى وش بذنبه والله دمه غضب لشاف المسلم بكام من كل عين كل عين كنا نجمل بها ما شاء الله وندي من الزوامل ومن الحفلات زيد اختم لنا مثلا بزامل هكذا كنت ترددوه ويغيظهم نعم مثلا هل مر عليكم عيد من الاعياد وكنت مرت علينا تعمل زامل مثلا في نعم. عيد مرت علينا اعياد احنا شوف الحاجات اللي احنا ما نشكي امامهم ما نبهم يفرحوا علينا يا سلام لو الواحد مضايق ما يشرح ظروفه امامهم ما بالله يشكيها لله عزيمه الحمد لله اشكى لله يا سلام عليك واحنا والله نحن مقتنعين وخلوه سجننا مع ربي خلوه والله انه خلوه مع ربي يعني كان رجوعكم الى الله والروحانيه اكثر من اي أيوة والله تجريم الصلاه في وقتها ونتهجد داخل الليل نصوم اثنين وخميس ما شاء الله ونصوم يا طويل العمر السلامه الايام البيض ما شاء الله الحمد لله ونقرا في القران ما شاء الله نختمه في الاسبوع كم ختمت؟ مرتين كم ختمت المصحف؟ والله ختمتها عده مرات ما شاء الله عده مرات في رمضان ختمتها يمكن ست مرات في كل عشر مرتين ما شاء الله لان في السجن ما عندك عمل وخلوه مع ربي لكن قلنا في رصيد يعني في رصيدكم ان شاء الله ان شاء الله انا العدد رصيد. شغال ان شاء الله الله يكتب عليك ان شاء الله انا في رصيد أنا. طيب متى افرج عنك؟ افرج عني 2/2/2017 اها يعني كيف تبادل؟ تبادل اول ما وصلك الخبر كيف شعرت انت؟ وانا شعرت اني مرتاح بس احنا كان التبادل جانا فيني انا وواحد من اصحابنا ورفضنا لان زملائنا عندنا اللي من جبهه الجوف قلنا ما احنا ما نخرج من فلتهم ما نخرج من فلتهم حد من تعز جاي يقاتل معنا حد جاي من حجه حد جاي من ويطلع اصحاب الجوف يخليهم قلنا والله ما يصبر ما بالله وفاء لو ما يخرجوا الباقي ولا طالعين لو احنا وياهم مره لازم يحطونا في صفقه وبعدين وطلعنا 52 نفر في 58 نفر الحمد لله على سلامه الحمد لله على السلامه ونسأل الله أن يفرج عن البقية أمين إن شاء الله في معانا أخبار الآن قالوا قدوم ناويين المبادرة يعملوا الكل في الكل يعني خرجوا الله كريم الله كريم إن شاء الله. عمل الكل في الكل ولا نسأل من الله يطول عمره أن يفرج هم أخواننا اللي خلف القضبان في السجن سواء أسير أو مختطف أو مظلوم آمين آمين يا رب ونسأل الله نعين
اخواننا اللي تابعوا وراهم ان ينصرهم على التبادل. امين امين. كانت ليله ممتعه معك. الحمد لله. اسال الله ان يكتب اجرك يا اخي. امين ان شاء الله. ويحفظك. يعني عيشتنا اجواء السجون وعيشتنا فيها ايضا العزه والشموخ. الحمد لله. اسال الله ان يكتب الاجر. الحمد لله. تشرفنا احنا والله بلقاك، وان شاء الله سبحانه وتعالى ان الباري يفرج عن البقيه مثل ما فرج عنكم. امين ان شاء الله. وان شاء الله نزوركم للجوف. الله كريم ان شاء الله. ولا ما شفت ضروري لازم تجونا باذن الله. ضروري تزورونا وتسلموا علينا ونتعرف ان شاء الله. انا قد زرتكم، وان شاء الله اذا واصلنا برنامجنا هنا في الجبهات نزوركم، وقد تقدمتوا ونصرنا الله ان شاء الله قريب باذن الله. باذن الله قريب. اذا ختام الحلقه قد المخرج بيأشر هكذا دقيقه، رسائل لمن تحب ان توجهها تفضل، وجه أنا رسائلك لمن تحب. انا احب اوجه رسائلي طول عمر السلامه لمن يهمهم الامر ان يهتموا باخواننا المختطفين اللي في السجن، لا يركنهم على اي جهه، تعاون كل من جهته، سواء حتى لو انه من الحوثي يتعاون يا اخي مع المختطف، مسكين ما عنده قضيه. واصحابنا من حصلوا له بدل ولا حصلوا له افراج ولا شيء يطلب عليه يدوه، لان المختطف مسكين عانى ولا يشكي الا الله. واهله يعانوا. واهله يعانوا وراه اسره. واذا ما حصلوا افراج له فلا يضيعوا اسرته. يواسهم. من مساعده. ان شاء الله تصل رسالتك. الله كريم. شكرا شكرا الف شكر. اذا احنا ختمنا حلقتنا، بقى فقط درع نكرمك بدرع الحريه، وانت رمز للحريه. أسأل الله أن يوفقك ويكتب أجرك. تفضل أخي هادي. الله يحفظك. مبروك عليك هذا الدرع. وأيضا هناك مبلغ مالي من أحد رجال الخير في اليمن، جزاه الله خير. جزاه الله خير وياك. وأنتم تستاهلوا أكثر. تفضل. تسلم. تم فضلك. شكرا لك. شكرا للجميع. شكرا لطاقم الإذاعة. ضحيت بوقتك وجهدك اليوم وأنت متعب، أسأل الله أن يجعلها في ميزان آمين حسناتك. إن شاء الله. آمين. وأن يجعل ما مكثت في السجن أيضا في ميزان حسناتك. آمين إن شاء الله. وبإذن الله الفرج قريب. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا فيما تم في هذه الحلقة. ألقاكم إن شاء الله تعالى على خير في حلقة أخرى من برنامجكم شم الأنوف. لا يسعني إلا أن أشكر طاقم البرنامج المتميز والذي يتعب معنا، أسأل الله أن يكتب أجر بالذات الليلة، الأخ عاصم السروري المخرج، فهد العيال المصور، عبد الله الروحاني المنتج، أيضا صلاح الزحيفي. شكرا ايضا للشيخ مبخوت الشريف صاحب هذا المنزل، اسال الله ان يكتب اجره ويحفظه، استضافنا بارك الله فيه. شكرا لكم جميعا، القاكم على خير في حلقه اخرى، في امان الله. خرجنا من السجن شمخ البنوك، وما تخرج البسط من طابها، نمر على شفرات السيوف، نمر على شفرات السيوف، ونات المنية من بابها، وناب الحياة إذا دنست بعصف الطغاة وإرهابها. ستعلم أمتنا أننا ركبنا الخطوب حنانا بها، أنفنا الإقامة في أمة تداس بأقدام أربابها. كم حية تنطوي حولنا فننسى من بين أنيابها. يا ظالما لج في بطشه وداس البلاد وأخنا بها، ستلقى مغفة ما قد صنعت، ستلقى مغفة ما قد صنعت، وتجني المخالب من غابها.